رجل الذي أصبح مدربها الجديد بعد أن انتهت حقبة المدرب خافيير أجيري. خافيير أجيري المدرب المكسيكي اللي تولى المهمة لفترة قصيرة جدا بعد ألبرتو زاكيروني الإيطالي. بعد المونديال البرازيلي خلاص زاكيروني تشاو تشاو وجاء بعده خافيير أجيري، لكن على ما يبدو العلاقة بينه وبين الاتحاد الياباني لم تكن كما يجب، بسبب أنه طبعا اتضح أن سجله يتضمن يعني علاقة لم تكن طبعا أو أنه متورط في إحدى العلاقات المالية أو الشبهات المالية، فبالتالي الاتحاد الياباني يريد أن يكون كل شيء نظيف في سجله، فبالتالي تم الاتفاق على فسخ العقد. ذهب خافيير أجيري، جاء طبعا فايد هالي روجيتش. هذه كرة أمامية، محاولة يابانية، فرصة من زاوية ضيقة، كاد أن يفعلها كاغاوا. أهو شينجي كاغاوا اللاعب الكبير، اللاعب الذي عاد من جديد إلى محبوبه الأصفر الألماني بروسيا دورتموند بعد ثلاثة مواسم لا أقول عنها فاشلة لا أقول عنها ناجحة مع الريد ديفلز الإنجليزي مان يونايتد. هي ملعوبة بطريقة جميلة ونقلات يابانية جميلة. المنتخب الياباني أدى مباراة طيبة أمام المنتخب التونسي، فاز بهدفين ويريد أيضا أن يتواصل أكثر فأكثر من خلال هذا الأسبوع الدوري. اليابان حاليا تصنيفها 53 وتسديدة، يا سلام أحلى هذا الهدف، ما أجمل هذا الهدف، بداية ولا أحلى ولا أروع، عن طريق من؟ عن طريق توشيهورو أوياما. ما هذا الهدف الرائع، توشيهورو أوياما لاعب نادي سان فرانسيسكو هيروشيما يسددها من مسافة بعيدة ومستحيلة على الحارس الأوزبكي أكبر كوريب. 1-0 لليابان، 1-0، وأي بداية، توشيهورو أوياما. نعم صاحب الهدف ها هو اللاعب رقم 24 توشيهورو، رقم 28 عفوا توشيهورو أوياما، من العناصر التي ضمها المدرب فايد لوجيتش أو عاد ضمها للمنتخب الياباني. 1-0، يا سلام ما هذا التركيز، من الأهداف التي نحب أن نشاهدها دائما وحتى أسعدت الرجل المسؤول فايد هاليلوجيتش. نعم بداية قوية يابانية وهدف جميل يسعد الجماهير المحلية اليابانية. اليابان تصنيفها 53، أوزباكستان تصنيفها 72، وقد يأتي الثاني لا 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 لا، كيف ضاعت منك يا أوزاكي يا أوكازاكي، كيف ضاعت من شينجي أوكازاكي الهداف الخطير في البوندسليغا الألمانية، هداف نادي ماينز. مفيش ضغط دفاعي عليه، متجه نحو المرمى، ولكن كان هناك من يغير سيرها، وحتى هالي لوجيتش انتظرها هدفا. بداية يابانية قوية بهذا الأداء بهذه الصورة، قد نشاهد زخم ياباني والمزيد من الأهداف، إلا إذا تحرك الأوزبك، إلا إذا تحرك الفريق الذي يسمى بفريق الذئاب البيضاء لوايت وولف. هل يتحركوا؟ كما قلت فريق يعني لم يصل إلى القمة الأسيوية في بداياته. أوزباكستان كانت طبعا جزء من الاتحاد السوفيتي، لكن يعني خلاص لم يعد شيء هناك اسمه اتحاد سوفيتي، تحولوا وأصبحوا دولة مستقلة، انضموا للاتحاد الآسيوي 1994، وفي أول سنة انضموا فيها للاتحاد الآسيوي أصبحوا ذهبوا إلى آسياد هيروشيما اللي كان في 94 في اليابان، ومن هناك في مدينة يابانية أخرى غير طوكيو، من هناك انتزعوا طبعا ذهبية مسابقة كرة القدم الأولمبية. قالوا أن هناك قوة آسيوية ضاربة قادمة لتسيطر على كل شيء، ستتفوق على اليابان، ستتفوق على كوريا، ستتفوق على السعودية، ستتفوق على الكويت وقطر، هذه الدول اللي كانت مسيطرة طبعا، والإمارات وحتى كوريا الشمالية ممكن كانت هذه قوة آسيوية ضاربة، ما كانش في أستراليا. وبالفعل ذهبوا وفازوا بمسابقة كرة القدم في آسياد هيروشيما، لكن بعد ذلك لم يصنعوا شيء، لم يحققوا لقب، لم يصعدوا لنهائي. كان إنجازهم الوحيد بال94 ذهبية الآسياد وبعدها توقفوا. كيف يرد منتخب أوزبكستان؟ هدف جميل في مرمى من مسافة بعيدة وهدف آخر ضاع بعدها. يحاول منتخب أوزبكستان بقيادة المدرب ميرجلال قاسيموف، وكرة عرضية داخل منطقة الجزاء تتحول وخطيرة، لكن طالة تحولت إلى حارس المرمى آيجي كاواشيما. أمام تونس لم يلعب هذا الحارس، لعب الحارس شوينيشي غوندا. أكيد المدرب يعني في هذه الفترة يمكن ضام أكثر من 30 لاعب،
من أجل هاتين المواجهتين الدوليتين المدرب فهد هليلهوجيتش. فهد هليلهوجيتش طبعا ضامن أكثر من 30 لاعب ويجرب العديد من اللاعبين في مراكزهم. ومحاولة من جديد, محاولة عن طريق اللاعب تاكاشي إينو. تاكاشي إينو يلاعب أينتراخت فرانكفورت. هدف جميل, الهدف اللي سجل عن طريق اللاعب رقم 28 لاعب الارتكاز. وحقيقة يعني شيء رائع أنه لاعب الارتكاز يكون عندك مسدد من مسافات بعيدة بطريقة ممتازة. وهوندا يسدد هوندا, ولكن تورايف, تورايف يتمكن. طبعا تورايف هو الحارس الجديد لمنتخب أوزبكستان اللي ركزت يمكن لفترة لحقبة طويلة على الحارس نستيروف. نستيروف عنده 90 مباراة دولية ولكنه ليس في تشكيلة المدرب قاسموف في هذه الجولة. جولة آسيوية, أوزبكستان ذهبت إلى كوريا الجنوبية قبل 4 أيام وتعادلت 1-1, واليوم هي تزور اليابان وتتخلف حتى الآن بهدف 1 مقابل لا شيء. كرة على جهة اليسار, ينطلق الفريق الأوزبكي, يحاول فريق الذئاب البيضاء أن يفعل شيء أمام الجماهير اليابانية. حلوة, الشيء الحلو في المباراة أن هناك تسديدات بعيدة مركزة, والتسديدة إذا كانت مركزة تنتزع الأهات. نعم, ساردور راشيمو, ساردور راشيدوف يسدد من مسافة بعيدة. ساردور لاعب رقم 10 بالفريق الأوزبكي, لاعب نادي بنيتكور, وكما نعلم حاليا أقوى 3 أندية في أوزبكستان هي نادي بختاكور اللي كان يلعب في دوري الاتحاد السوفيتي سابقا, ونادي بنيتكور, وفي أيضا نادي بدأ يبرز ويلعب حاليا في دوري أبطال آسيا اسمه لوكوموتيف طشقند, يلعب حاليا في مجموعة واحدة مع الفريقين العربيين الهلال السعودي ومع السد القطري أيضا. هذه كرة معادة بالخلف في دفاع المنتخب الياباني أوتشيدا, الظهير الأيمن ظهير شالكا يشتتها إلى خارج الملعب. أنتلر, نذكر طبعا الفريق الذي طبعا يحظى بالشعبية الأكبر ويحظى أيضا بالألقاب الأكثر في الكرة اليابانية. اليابان حتى يطوروا أنفسهم 1991 عملوا شيء اسمه الجي ليج, جي ليج دوري اليابان للمحترفين. من يومها والكرة اليابانية تتطور وتطور وفي مقومات احترافية حقيقية. نعم, كرة مرة أخرى, لكن في تراجع حصل في منتخب اليابان بالفترة الأخيرة. حتى حاليا صاحب التصنيف الأسيوي الأفضل لم يعد منتخب اليابان, لا, صاحب التصنيف الأسيوي الأفضل هو منتخب إيران. إيران تقريبا 42, اليابان 53, وبالنسبة لمنتخب أوزبكستان كما قلنا تصنيفه العالمي 72, تصنيفه الأسيوي السادس بعد إيران, وطبعا بعد إيران واليابان والعراق وكوريا. إذا أصحح, بعد إيران واليابان وكوريا وأستراليا والإمارات, هو التصنيف الآسيوي السادس, التصنيف الآسيوي السادس لمنتخب أوزبكستان. لكن الفريق أيضا يريد أن يتطور في خامات, في طبعا, لكن يمكن اللاعب الأوزبكي يعني لا يحصل على فرص احتكاك في بطولات كبيرة. يمكن بعض اللاعبين الأوزبك ذهبوا ولعبوا في روسيا, لعبوا حتى قريب من الدول القريبة منهم. نتذكر, إذا كنا نتذكر ماكسيم تشارتيك المهاجم الكبير اللي كان ثاني لاعب في آسيا قبل تقريبا 10 سنوات. تشارتيك اعتزل دوليا الآن, كان مهاجم خطير وهداف ولاعب وذهب في دينامو كييف الأوكراني. جينريخ أيضا هذا لاعب بدأ في بداياته في صعيد الشباب مع نادي يوفنتوس الإيطالي. وهذه كرة, يا سلام يا سلام, ماذا تفعل يا إينوي, تلاعب بالدفاع ولكن الكرة سدد, صدها الدفاع, عادت إلى هوندا, وهوندا صاحب القدم القوية يعليها لكن بعيدة 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 تماما, ركلة مرمى. اليابان بالفعل يقدمون أداء كبيرا ويتقدموا بهدف, هدف جميل من مسافة بعيدة, وكادوا أن يضيفوا الثاني من هذه الكرة, وقبلها أيضا كرة أبعد الدفاع. إينوي عامل شغل ممتاز من جهة اليسار, هذا اللاعب لاعب نادي أينتراخت فرانكفورت. إذن هدف اليابان بإمضاء اللاعب تشيهيرو أوياما,
اللاعب الذي تمكن طبعا بفضل هدف من تسجيل أول هدف دولي، يلعب مباراة الدولية رقم 8 ويسجل أول هدف دولي له مع المنتخب الياباني. رامي التماس، هذا ساكاي، جوتوكو ساكاي، في اثنين ساكاي بالمنتخب الياباني، في جوتوكو، في هيرودي، بادئ جوتوكو على جهة اليسار، جينشوغ، أتوستو أوتشيدا، أوياما صاحب الهدف، على جهة اليسار موروشيجي. نقلات جميلة عندهم، مدرب حقيقة أعتقد المنتخب الياباني قادر على التطور، لأنه بالفعل ضربة معلم بالتعاقد مع المدرب البوسني صاحب الإنجازات وصاحب اللمسة أينما يذهب. هو بعد المنتخب الجزائري ذهب إلى ترابزونسبور التركي لدربه لثاني مرة في تاريخه، لكن طبعا يبدو أوضاع ترابزون لم تكن مثالية، رحل عنهم بسرعة، ويمكن حتى يعني صار الانطباع عن هذا الرجل فايد هاليوجيتش أنه يحب تدريب المنتخبات أكثر مما يحب تدريب الأندية، يبدو ذلك. أمامية الكرة، أوكازاكي، يتلاعبون فريق المنتخب الياباني، واضح تماما تفوق على منتخب أوزبكستان في أول ربع ساعة من هذا اللقاء، سجل هدف جميل ومن مسافة بعيدة، وأيضا شكل خطورة كبيرة تقريبا، يعني يمكن هاجم أربع مرات شكل خطورة كبيرة في ثلاثة، دليل فعالية عالية جدا. ولكن المنتخب الأوزبكي لا يريد أن يلعب دور المتفرج على طول، ولكن لاحظوا كيف تقطع الكرة، مفيش مساندة للاعبين الأوزبك، ترتد الكرة في الوسط، كونو، جوتوغو ساكاي، طويلة يلعبها لاعب نادي شتوتغارت الألماني، النادي العريق اللي يحتل حاليا مؤخرة البوندسليغا. هاو جوتوغو ساكاي، وإعادة للهدف من جديد من زاوية أخرى، أول هدف دولي لبلدك وتسجل بهذه الطريقة، أعتقد هذا منتهى السعادة لصاحب الهدف توشيهيرو أوياما. 1-0 لليابان، وهدف يسعد هذه الجماهير الكبيرة التي تملأ ملعب أجينوموتو بالعاصمة اليابانية. هذا الملعب بالمناسبة لم يكن من الملاعب المقررة في مونديال 2002 اللي كان طبعا تنظيم مشترك أسيوي بين كوريا واليابان، لكن كان هو الملعب اللي يتدرب عليه المنتخب العربي السعودي اللي شارك في نهائيات كأس العالم 2002. حيازة الكرة، واضح تفوق لفريق الياباني 56% 44%، وهالي لوجيتش أعتقد بحاجة أن يتعلم اليابانية، ولكن لابد أن يكون إلى جواره مدرب، الرجل يتكلم الإنجليزية يتكلم الفرنسية، ويقال أيضا أنه يتقن العربية ولو قليلا، أنه هو طبعا بوسني مسلم، ويعني أيضا درب في الرجاء البيضاوي المغربي، ودرب اتحاد جدة السعودي. وركلة حرة عند قائد منتخب أوزبكستان هايداروف يعليها، رأسية خطيرة وقد تشكل خطورة داخل منطقة الستة، أيضا ما فيش مساندة، لكن عادت تهيأ، وأرضية حلوة، منتخب الأوزبكستان يحاول أن يتواجد، وهذا سادو راشيدوف هيأها إلى اللاعب لطفلة تورايف رقم 13 يلعبها، ولكن سهلة عند الحارس كاواشيما. قلت المنتخب الأوزبكي لا يريد أن يبقى يلعب متفرجا على طول، مباراة صحيح مباراة ودية صحيح على الأرض اليابانية صحيح أمام جماهير طوكيو وغير جماهير طوكيو، ولكن أيضا المنتخب الأوزبكستاني ليس بالصيد السهل. قاسيموف قال نلاعب منتخبا كبيرا ومتطورا، ولكن نحن أيضا منتخب قادر على أن يحقق النتيجة المثلى وديا ورسميا، هذه مباراة ودية لا تأثيرها على التصنيف. نعم منتخب الياباني تصنيفه الأخير 53 دوليا الثاني آسيويا، لكن ممكن الفوز على المنتخب التونسي، واليوم إذا فاز على منتخب أوزبكستان أعتقد العملية حتتحسن كثيرا بالنسبة لتصنيف المنتخب الياباني في الشهر القادم. مهم جدا عملية التصنيف طبعا بسبب أن القرعة قادمة، قرعة نهائيات كأس العالم، تصفيات نهائيات كأس العالم في روسيا. هو طبعا التصنيف هذا الاتحاد الدولي ينظر إليه كمرجع رئيسي، فبالتالي أصبحت المباريات يعني الرسمية صحيح مباراة رسمية في بطولة كبيرة، هذه شيء كبير، ولكن حتى المباراة الودية الفريندلي المباراة اللي ذات التصنيف الأول بكل تأكيد لها تأثيرها الكبير جدا جدا. واليوم طبعا أو هذا الأسبوع أسبوع دولي
معظم المنتخبات العالمية اللي ما لعبش مباراة على الأقل لعب مباراتين، والمباراتان لهما حساب كبير جدا. الدقيقة 19، تفوق ياباني في كل شيء أمام هذه الجماهير السعيدة بأن فريقها يقدم ما يشتهونه وما يأملونه. المنتخب الياباني في مواجهاته مع أوزبكستان قلنا في 9 مواجهات فاز في 5، تعادل في 3، وأيضا ختم مواجهة وحيدة وسجل 22 غير هدف اليوم، غير هدف اللاعب أوياما. وكرة أمامية طالت إلى ركلة مرمى، طالت الكرة إلى ركلة مرمى. المنتخب الياباني 2011 بطل آسيا في قطر، 2015 في أستراليا غادر البطولة من ربع النهائي، استدرجوا المنتخب العربي الإماراتي وأخرجوا من البطولة وحرم من الحفاظ على لقبه بعدما فاز عليه بركلات الدم. كان في الكوارتر فاينل، لكن اليابان كانت في مجموعة فيها 3 منتخبات عربية، العراق والأردن وفلسطين، وتأهلت مع العراق إلى الكوارتر فاينل. هذه كرة أمامية، حاول على جهة اليسار، محاولة تهديف من بعيد بعيدة، طلعها بطريقة جميلة وسددها اللاعب رقم 17 تورسونوف. تورسونوف لاعب نادي فورسكالا الأوكراني. كما قلت هناك العديد من اللاعبين الأوزبك الذين يأتون إلى هنا يلعبون في أندية خارج أندية أوزبكستان، في الصين، في كوريا، في طبعا في روسيا، في أوكرانيا، في إيران، وفي أيضا في دولة الإمارات العربية مع نادي الشباب. لاعب رقم 7 اللي هو طبعا يحمل شارة الكابتن هذا اليوم هايدروف، لاعب نادي الشباب الإماراتي. فاول ينفذ بسرعة للمنتخب الياباني. إينوي أمامية حلوة، كرة بإمكانه ولكن خرجت، يؤكد خروج حكم اللقاء الأسترالي ديلوفسكي. إذا المنتخب الياباني بعد كأس آسيا وبقيادة بوزنية جديدة. الكرة لمست مدافع أوزبكي، إذا هي ركنية لليابان، ثالث ركنية لليابان في هذا اللقاء. اليابان تلعب ثاني مباراة لها بالقيادة الفنية الجديدة وبعد الخروج من كأس آسيا، وهذه رأسية عالية عالية بعيدة تماما عن طريق المدافع المتقدم دين شوجي. شوجي المدافع لاعب نادي كاشيما أنتلرز، ارتقاءه كان عالي ولكن أيضا التسديد ما كانش مركز أبدا، واضح تماما يعني كان في مضايقة من الدفاع. شوجي يعتبر من الأسماء الجديدة في المنتخب الياباني. لاحظوا يعني تشكيلة المنتخب الياباني اللي فازت على تونس فيها تغييرات كثيرة عن التشكيلة التي تلعب هذا اليوم أمام المنتخب الأوزبكي. كان الحارس غوندا، حارس إف سي طوكيو، يوشيدا كان موجود، ساكاي هيروكي في اليوم، كوتوغو ساكاي في المباراة الماضية كان هيروكي ساكاي. يعني تكاد تكون يعني التشكيلة مختلفة تماما. نعم ما كانش في أوكازاكي، ما كانش في هوندا، بدل كثيرا، ولكن كما قلت المدرب يعني بيستدعي يعني تقريبا 30 لاعب يلعبوا هاتين المباراتين الوديتين، وبالتأكيد مش هيركز على 11، لا أبدا، غلط كبير إنه يعني طالما مستدعي 30 والمباراتين دوليتين وهم يعني يمنح الفرصة لأكبر قدر من اللاعبين حتى يكتشف قدراتهم. فبالتالي التشكيل اللي تلعب هذا اليوم أمام أوزبكستان فيها تعديلات كثيرة تكاد تكون مختلفة بالكامل عن التشكيلة اللي بدأت أمام تونس. طبعا اللي سجل الهدفين بمرمى تونس كان أوكازاكي وهوندا، اثنين أوكازاكي وهوندا طبعا سجلوا لكن ما بدأوش المباراة. جماهير يابانية تشجع بطريقة حضارية جميلة. نذكر أيضا الأندية اليابانية من الأندية صاحبة الحضور دائما في دوري أبطال آسيا، عندنا طبعا دول دائما تشارك ب4 مقاعد، المملكة العربية السعودية، الإمارات، قطر، أيضا يشاركوا بعدد كبير على صعيد شرق آسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، حتى الصين ممكن تشارك أحيانا ب4.
لكن الأندية اليابانية بحكم أنه يعني عندها المعايير الاحترافية الحقيقية فعندها دائما أربع مقاعد. طويلة الكرة مقطوعة من الدفاع مشتتة في وسط الملعب تتحول من جديد لمنتخب أوزبكستان يحاول أن يفعل شيء مميز لكنه حتى الآن لا يلعب دور المتفوق في هذه المباراة. مرزلياكوف عالية داخل منطقة الجزاء وبعد في اللحظة المناسبة غوتوكو ساكاي ها هو غوتوكو ساكاي يحولها إلى ركنية. غوتوكو ساكاي يلعب مباراة الدولية رقم 24 ولاعب طبعا عمره أيضا 24 سنة حتى أتم 24 سنة في منتصف الشهر الحالي اللي طبعا اليوم نودع شهر مارس هو في 14 مارس أتم 24 سنة ويلعب مباراة الدولية 24 أيضا. هذا اليوم عالية الكرة ورأسية رأسية لكن سهلة إلى خارج ملعب يتقدم المدافع أنزور إسماعيلوف. هل ممكن ننسى هذا الرجل أنزور إسماعيلوف؟ هل ننسى ماذا فعله عندما لعبت المنتخب النشامة منتخب الأردن مع منتخب أوزبكستان في نهائي الملحق الأسيوي للتأهل إلى مونديال البرازيل؟ طبعا كان مفروض الفائز يذهب ويلاقي المنتخب المتأهل من قارة أمريكا الجنوبية وبالفعل تأهل المنتخب العربي الأردني منتخب النشامة لكن في مباراة الإياب نتذكر ماذا فعله أنزور إسماعيلوف في تلك المباراة. قلب دفاع منتخب أوزبكستان اللي يحمل الرقم 5 هو اللي سجل لأوزبكستان في تلك المباراة وهو اللي ضيع الركلة الترجيحية اللي كانت على ما أذكر الركلة العاشرة وبعدها طبعا احتفل منتخب النشامة بالصعود إلى الملحق النهائي للتأهل إلى المونديال والمقعد ذهب في النهاية على منتخب الأوروغواي. طويلة الكرة مقطوعة بالرأس تحولت في الوسط يحاول منتخب أوزبكستان أن يظهر بشكل أفضل وكرة طويلة. نعم في تحسن أوزبكي في تحسن في تحسن في تحسن الكرة تسلم داخل منطقة الجزاء حلوة صلحها حلوة صلحها اللاعب رقم 6 ناسيموف إلى اللاعب المتقدم راشيدوف داردور راشيدوف تلقاها ولكن صلحها بطريقة طالت منه ووصلت إلى كاواشيما. مرة أخرى كرة في الوسط عند صاحب الهدف أوياما توشيهيرو أوياما يلعبها على جهة اليسار غوتوكو ساكاي معادة بالخلف كرة في وسط الملعب أوياما لاعب هيروشيما سانفريست هيروشيما وكرة طويلة داخل منطقة الجزاء الكرات طبعا في دفاع طويل القامة يسيطر على الكرات العالية داخل منطقة الجزاء ودفاع منتخب أوزبكستان. قلت منتخب أوزبكستان فترة طويلة يعتمد على نيزي روب الحارس اللي عنده 90 مباراة دولية لكن يعني خلاص التغييرات التي تحصل بالمنتخب التي يريدها مير جلال قاسموف يمنح فرصة للاعبين وحراس جدد وأكبر تورييف الحارس هذا طبعا يلعب لنادي بونيوت كور وعمره طبعا مواليد 89 في أغسطس 89 يعني الرجل أكمل على وشك أن يكمل طبعا 26 سنة. كرة معادة تورييف توختا خوييف طويلة من قلب الدفاع رقم 20 توختا خوييف تغطية أيضا من شوجي موريشيجي 27 دقيقة تفوق ياباني واضح بداية صاخبة ومثيرة لكن بعد ذلك بدأ المنتخب الأوزبكي يدخل في جو المباراة بدأ يشكل خطورة نسبية وليست حقيقية على المرمى الياباني. هذه الكرة أمامية أوكازاكي صاحب الخبرة الكبيرة أوكازاكي حتى أيضا يعني هو يكاد يكون ثالث أحسن هداف في تاريخ منتخب اليابان. أوكازاكي أحسن هداف من الستينيات اسمه كاماموتو بعد ذلك هداف التسعينيات المشهور جدا حتى الآن المشهور حتى الآن وقبل قليل حقيقة شاهدت الجمهور الياباني حتى الآن يرتدي قميصه كازوميورا يعتبر ثاني أحسن هداف في تاريخ اليابان وبعد أوكازاكي هو رقم 9 اللي سقط على الأرض في هذه الكرة مهاجم وحتى هداف نادي ماينز الألماني مهاجم حقيقي لأنه يعني من النوعية اللي يعني يلعب بالرأس بقوة يلعب أيضا تسديدات من بعيدة وأيضا حتى من نوعية المهاجمين المشاكسين اللي دائما لهم دور وتأثير في النتائج مع أي فريق. هذا كاواشيما حارس نادي ستاندرد ليج
اليوم بيلعب مباراته رقم 70 دولية، وأكيد هو الحارس اللي جاء بعد فترة الحارسين اللذين تألقا حقيقة في بداية في السنوات الماضية، نارازاكي وناشيما أيضا. حارس جديد مواليد 83، يعني هو يعتبر الحارس رقم واحد. المباراة الماضية المدرب أشرك الحارس جوندا، وحتى هو مستدعي خمس حراس لهذه المباريات. المدرب مستدعي خمس حراس، لكن يعني معقول حيلعب فيهم كلهم. كرة راسية، هناك تسلل على ما يبدو. هل كان هناك تسلل لاعب رقم 17 سانجار تورسونوف؟ تورسونوف ما فيش تسلل، ما فيش ركلة حرة غير مباشرة نتيجة التسلل. كرة عند حارس المرمى كاواشيما. ايضا كان تسلل، نعم كان تسلل، نفذت الركلة الحرة. ومن نشاهد اذا لم اكن مخطئا هذا اللاعب اندو. قائمة البدلاء في المنتخب الياباني هذا اليوم فيها 15 لاعب، قائمة البدلاء في المنتخب الاوزبكي الضيف فيها 9 لاعبين. وهذه كرة داخل منطقة الجزاء، قد يكون الثاني، قد يكون الثاني عن طريق اللاعب كاغاوا. كاغاوا كم كان معجبا به ستير أليكس فيرغسون واراد الحصول عليه ايام عندما انتقل من دورتموند الى مانشستر يونايتد موسم 12-13. كسب الدوري الانجليزي، دخل في سجله انه بطل الدوري الانجليزي موسم 12-13، لكن الموسم الماضي عاش المعاناة مع مانشستر يونايتد، المعاناة الحقيقية، ولم يعد يلعب اساسي ولم يعد سعيدا في يونايتد، فبالتالي عاد الى الاصفر الالماني فريق دورتموند. من جديد كرة في وسط الملعب، يحاول فريق البلو ساموراي او هكذا يسمى المنتخب الياباني، الساموراي الازرق، بينما كما قلت المنتخب الاوزبكي يسمى بالوايت وولفز او فريق الذئاب البيضاء. فريق يحتل التصنيف 53 عالميا يواجه الفريق الذي يحتل التصنيف 72 عالميا، التصنيف الثاني اسيويا مقابل السادس اسيويا. وهذه كره فيها تسلل، تسلل تسلل على الهداف الخطير شينجي اوكازاكي. شارك هو وهوندا طبعا في الشوط الثاني وسجلا طبعا بمرمى تونس في المباراة الماضية، لكن اليوم بدأ بالتشكيلة الأساسية. هذا هو هاليل فوتيتش. بالمناسبة فائز هاليل فوتيتش هو يعني ثامن مدرب غير ياباني يدرب المنتخب الياباني. اليابان اعتمدت في مسيرتها على الكثير من المدربين المحليين، ولكن من لما أسس الدوري للمحترفين الجي ليج صارت تعتمد أيضا على مدربين يأتوا ويدربوا أندية يابانية ويثبتوا وجودهم، ثم طبعا يتم اختيارهم لتدريب المنتخب الياباني. سأطرح بعض الأسماء، ولكن هناك فرصة، محاولة أوزبكية تعادل خارج منطقة الجزاء. دورايف يعليها رأسية وإلى خارج الملعب. أول مدرب غير ياباني درب المنتخب الياباني هو الهولندي هانس أوف، ونتذكر هانس أوف في تصفيات مونديال 1994 اليابان قاب قوسين وأدى من التأهل إلى نهائيات كأس العالم، كانت يجب أن تفوز على العراق في آخر مباراة حتى طبعا تتأهل، ولا تتأهل كوريا اللي كانت تحتاج لأي هدية من العراق، ويفعلها جعفر عمران العراقي، يفعلها ويتعادل طبعا للعراق بمرمى اليابان لتخرج اليابان ويبكي لاعبوها بكاء الأطفال. كان هانس أوف هو المدرب الهولندي المدرب لمنتخب العراق في ذلك الوقت. بعد ذلك جاء فالكاو البرازيلي، جاء فيليب تروزيان الاسم الفرنسي الكبير اللي درب المنتخب الياباني من 98 ل 2002، والمدرب الذي صعد بالمنتخب الياباني إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخ كأس العالم. وبعده جاء زيكو قادم ليكسب بطولة آسيا 2004، وقادم أيضا لنهاية كأس العالم 2006. وكرة داخل منطقة الجزاء، داخل بكل قوة. ياسايوكي كونو لاعب نادي جامبا أوساكا يلعبها،
هي محاولة كاغاوا هذه المرة من جهة اليسار، كاغاوا يعليها يبعدها الحارس وداخل بكل قوة كونو إلى خارج الملعب. إذا كما قلنا زيكو درب المنتخب الياباني من 2002 ل 2006، قادم لكأس آسيا 2004 وقادم أيضا لمونديال 2006، بعده جاء إيبيتسا أوسيم الصربي، بعده جاء ألبرتو زاكيروني. طبعا قبل أوسيم كان المدرب الياباني أوكادا مدرب دربهم بالتسعينيات وعاد ودربهم من جديد. أوكادا قادهم لكأس يتأهل لكأس العالم 2010 ويتأهل اليابان أيضا تأهلت إلى الدور الثاني في كأس العالم 2010 لثاني مرة بتاريخ. أوكادا ذهب، جاء زاكيروني أربع سنوات، ذهب زاكيروني بعد مونديال البرازيل، جاء خافير أجيري لم يطل به المقام طويلا، والآن هم يجربوا حظهم مع المدرب الذي بكل تأكيد أقول عنه من أحسن مدربي العالم، فكر كروي رائع، ويكفي أنه هداف كبير كان أيضا كلاعب عندما تألق في الدوري الفرنسي مع نان ومن ثم مع البيز، اسم كبير كمدرب. نعم أحرز لقبين، خليل هوجيتش أحرز لقبين كمدرب مع الرجاء البيضاوي، ها هو مواليد 52 أحرز الدوري المغربي وبطولة الشامبيونز ليج الإفريقية من الدوري المغربي عاد إلى الدوري الفرنسي، درب ليل ودرب أيضا رين ودرب سان جيرمان، ها هو أحرز الدوري الفرنسي مع سان جيرمان، وبعد كل هذه التجارب ذهب وقاد دينامو زاغرب الكرواتي وقاده أيضا لبطولة الدوري الكرواتي. كرة طويلة، كرة طويلة وحارس المرمى دورايف بالتأكيد يجب عليه أن يتصرف بهذه الصورة كمدافع، أبعدها برأسه وفاول، وفاول لصالح المنتخب الأوزبكستاني اللي يحاول أن يفعل شيئا متميزا. أكيد أكيد يعني لم تعد السيطرة كاملة للمنتخب الياباني كما كانت في بداية المباراة، ورغم ذلك المنتخب الياباني يبقى الأخطر، يبقى الأخطر ويبقى الأقرب للتهديد. ومحاولة إينوي، محاولة إينوي استلمها وأراد أن طبعا يلعبها على المضمون، يتخلص من المدافع وحتى المدرب فايد هليوجيتش وكأنه يقول يعني لو كسرت سنة، لو يعني لو مر من آخر مدافع كان ممكن يصير وجه لوجه إينوي، لكن تغطية دفاعية من شكرة محمد ييب، شكرة محمد ييب يحولها إلى ركنية. ركنيات المنتخب الياباني أخطر وأكثر أيضا، إينوي بنفسه ينفذ الركنية، إينوي عالية وحارس المرمى تورايف يبعدها، تتحول من جديد طويلة ملعوبة من هايدروف، ما فيش ولا لاعب باللون الأبيض، في تغطية من المدافع أوتشيدا لاعب شالكا الألماني، ترتد الكرة، ترتد خطيرة لمنتخب أوزبكستان، إذا لعب في تسلل ما في تسلل، في تسلل في تسلل يقول الحكم الأسترالي ديلوفسكي، تسلل على اللاعب رقم 10 ساردور راشيدوف، راشيدوف لاعب نادي بونيوت كور. إذا الدقيقة 38 من الشوط الأول، اليابان 1 أوزبكستان لا شيء. أكبر تورايف الحارس الأوزبكي وكأنه يعاني من إصابة، الحكم بكل تأكيد لابد من أن يوقف اللعب لعلاج هذا الحارس اللي يلعب مباراة الدولية الثانية. نعم فترة طويلة نيزيروف سيطر على مرمى المنتخب الأوزبكي لفترة طويلة، هو هنا نزل وعلى ما يبدو كانت إصابة في نزوله، في نزوله ربما تعرض لإصابة ولكن أعتقد أنه قادر على العودة. تعادل المنتخب الأوزبكي قبل أربعة أيام مع المنتخب الكوري الجنوبي في كوريا الجنوبية، ولكن اللاعب اللي سجل لأوزبكستان لا يبدأ هذا اليوم، اللاعب زهير كوزيبييف، زهير كوزيبييف لا يبدأ هذه المباراة. أكيد هي خيارات مدرب مير جلال قاسيموف، وعندما نتحدث عن مير جلال قاسيموف نتحدث عن أسطورة في الكرة الأوزبكية، مواليد 70 كلاعب يعني كانت شهرته دائما الكرات الثابتة، الست بيسز هذه الكرات الثابتة كانت هي العملية التي تميز مير جلال قاسيموف مدرب المنتخب الأوزبكي الذي اعتزل عام 2006، ولكنه اعتزل بعد يعني فترة طويلة لعب عنده كلاعب أكثر من 70 مباراة دولية وسجل فيها 31.
درب منتخب أوزبكستان من 8 إلى 10 من 2008 إلى 2010 ودرب منتخب أوزبكستان من 2012 وحتى الآن يضعون الثقة به. رئيس الاتحاد الأوزبكي اللي هو ميرابور أوزمانوف قال لا أجد أفضل من قاسيموف فهو يعرف كل شيء عن الكرة الأوزبكية. كرة طويلة محاولات لكن تغطية دفاعية وتورايف يتدخل من جديد الحارس الأوزبكي. كرة تحولت إلى خارج الملعب. نقترب من الدقائق الخمس الأخيرة في هذه المباراة الدولية الودية. المباراة الثانية لهذا الرجل مع المنتخب. توقع حقيقة أن يذهب ويدرب يعني يعود إلى المنطقة العربية ولكن يبدو أن إغراء الاتحاد الياباني نجح به وحصلوا على هذا الرجل. أكيد ارتفعت أسهمه بسبب الكرة الرائعة اللي قدمها المنتخب الجزائري. يكفي المنتخب الجزائري وما فعله أمام المنتخب الألماني. ما فيش حد في المونديال دوخ المنتخب الألماني بقدر ما دوخهم المنتخب الجزائري. فازوا 2-1 بعد 120 دقيقة وبأداء ما شاء الله. يعني المنتخب الجزائري كم أمتعنا في المونديال الأخير. هذه كرة عالية رأسية تتحول وسط ملعب. أيدروف يغير على جهة اليمين. محمد يهب منها محمد يهب إلى اللاعب رقم 7 خيدروف. أيدروف هذا طبعا كابتن الفريق هذا اليوم لأنه اللاعب المعروف اللي هو طبعا عادة يحمل شارة كابتن سيرفر جيباروف لا يتواجد في التشكيل الأساسي جيباروف ولا حتى بين البدلاء رغم أنه من اللاعبين الذين جاءوا إلى اليابان مع المنتخب الأوزبكستاني. ركلة حرة للمنتخب الأوزبك. هل يفاجئنا ويتعادل؟ إطلاقا لم يعد المنتخب الأوزبكي المنتخب الأسوأ بين المنتخبين نسبيا. مباراة يعني مالت إلى التكافؤ في كثير من الأحيان ولكن أنا أتحدث بعد الدقيقة 20 دقيقة 20 الأولى كلها يابانية. هذا فول على الزاوية البعيدة. الله 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 حلوة. التكتيك حلو ملعوب على الزاوية البعيدة ليأتي مدافع من هناك والمدافع اللي جاء هو إسلام توختاخويف. نعم هو اللي ارتقى ملعوبة بطريقة ممتازة من راشيدوف وتوختاخويف. هو توختاخويف تمركزه لكن الكرة أيضا كيف لعبها. لعبها بأعلى الرأس تخرج عالية وتضيع فرصة يمكن هي أحسن كرة أوزبكية لكن التكتيك أيضا كان جميل. يؤكد ما قلته قبل قليل أن المنتخب الأوزبكي لم يعد هو الفريق المتفرج لم يعد هو الفريق اللي يعني يتفرج على فريق يتفوق عليه. لا يبادله وقد يتعادل المنتخب الأوزبكي لكن يستحق المنتخب الياباني إجمالا تفوقه في هذا الشوط. كرة ملعوبة تصلح من أوتشيدا ترتد يستردها من جديد لاعب موريشي يلعبها أمامية ومحاولة تهديف من كاغاوا لكن عليه رقابة كاغاوا المدرب الياباني طبعا مدرب المنتخب الياباني فهيد هاري هوجيتش. يلعب في المباراة هذه ويلعب في المباراة الماضية بنفس الطريقة 4-2-1-3 يعتمد على 4 مدافعين على لاعبي ارتكاز على أيضا لاعب أمام لاعبي الارتكاز وعلى 3 مهاجمين. وكرة طويلة على إينوي على كاوازاكي أو عفوا على أوكازاكي أقرب حارس المرمى أكبر تورايف. دقيقتين وينتهي هذا الشوط الذي نستطيع أن نقول عنه شوط جميل. نعم أجمل المنتخب الياباني في أول 20 دقيقة ثم بعد ذلك لقاء يميل إلى التكافؤ بدرجة كبيرة. هذه كرة عرضية من محمد ييف يقطع الدفاع كرة إلى خارج الملعب رمي التمر كويسوكو هوندا اللاعب الذي يجرب حظه حاليا مع إيسي ميلان وقبل ذلك مع سيركا موسكو الروسي يحمل شارط القيادة ومن الأسماء القديمة كويسوكي هوندا. مرة أخرى المنتخب الياباني يحاول أن يصل للثاني. طويلة ملعوبة هوندا يجري بانتظار أن تصل له الكرة ولكن كاغاوا اللي عادة يلعب كما قلنا هذا مركزه أمام لاعبي الارتكاز وراء المهاجمين الثلاثة يعني دائما يأتي من الخلف. هذا إينوي يحاول إينوي يلعبها إلى كاغاوا إينوي مرة أخرى وإينوي أفسدها الهجمة.
تسديدة لا داعي لها من إيناي، تعود مرة أخرى إلى أوكازاكي. أوكازاكي ولكن تغطية تختا خويف. إسماعيلوف على جهة اليسار، يحاول المنتخب الأوزبكي ترتد الكرة. ميرزا الياكوف مرتدة للمنتخب الياباني. الدقيقة الأخيرة نلعب بها الآن، ويبقى ما يضيفه الحكم الأسترالي ديلوفسكي. وفول للمنتخب الياباني، ركلة حرة، ركلة حرة ممكن تكون مؤثرة وقريبة. فول للمنتخب الياباني لصالح كاغاوا، والكرات الثابتة هي يا سلام يا سلام، كيف نفذت؟ ما هذا المكر، ما هذا الدهاء الكروي؟ لعبها على المضمور وجعله ينفرد. حلوة 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 من هوندا إلى كاغاوا، نفذ الكرة وفي غفلة من الدفاع الأوزبكي. لاحظوا هاي محدش لامع، محدش متوقع أبدا، ولكن كاغاوا كان ينتظرها، كاغاوا كان ينتظرها وسدد، ولكن كرة إيف غطت الزاوية القريبة صدها. كرة تبقى هجمة يابانية، ولكن يفقدها ساكاي. وفاول، فاول مع بداية الوقت المضاف، مع بداية الوقت المضاف الذي يضيفه الحكم الأسترالي. اليابان واحد بتسديدة هائلة هائلة في الدقائق الأولى من المباراة عن طريق اللاعب توشيهيرو أوياما. نيبون نيبون كلهم يهتفون لبلدهم، معروف الجماهير اليابانية، جماهير حقيقة يعني جميلة وأيضا وفية لفريقها، ومن الجماهير اللي دائما تشجع بطريقة حضارية. طويلة الكرة، يكفي اللمحة الجميلة اللي شاهدناها من الجمهور الياباني، يعني كانوا يعني ينظفوا في الأماكن التي كانوا يجلسون بها بمونديال البرازيل، أعطوا انطباع رائع عنه. أوياما سجل هدف الشوط الأول الوحيد، وبكل تأكيد المنتخب الياباني قدم أداء أسعد مدربه وأسعد الجماهير الكبيرة هنا في استاد أجينوموتو بمدينة طوكيو العاصمة اليابانية. هذا لقاء الدولي الودي الآن انتهى نصفه بتقدم اليابان على ضيفتها أوزبكستان بهدف سجل عن طريق توشيهيرو أوياما بتسديدة هائلة من مسافة بعيدة. شكرا لكم مشاهدينا، ألقاكم في الشوط الثاني.